يرى البعض منا في صيام شهر رمضان فرصة لخسارة الوزن. صحيح أن رمضان فرصة لتنظيم السلوك الغذائي، ومن هنا مقولة صوم تصح، ولكن في كثير من الأحيان قد تكون الحمية الغذائية بداية الطريق نحو فخ اضطرابات الطعام. فما هي هذه الاضطرابات؟ ما مدى خطورتها؟ والنصائح المهمة للمصابين فيها؟ تبدأ رحلة اضطرابات الطعام بمجرد وجود نية لاتباع حمية غذائية. شيئاً فشيئاً قد تسيطر على حياتنا، تتحكم فينا بدلاً من أن نتحكم نحن فيها، فيصبح التفكير برمته يدور حول الطعام والخوف من الطعام والتخلص من الطعام، من خلال التقيؤ الإجباري، من خلال استخدام المسهلات والأدوية المدرة، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة بشكل مكثف ومبالغ فيه. طبعاً لهذا النمط من الغذاء تبعات سلبية وخطيرة، من جفاف، ضعف ووهن العضلات، ضغط الدم انخفاضه، تلف في مينا الأسنان، اضطرابات في دقات القلب، وأحياناً قد تنتهي أعزائي بالوفاة. الانغماس في الطعام مع شعور بالندم هو النوع الأول من اضطرابات الطعام. أما النوع الثاني فهو زيادة الشهية العصبية، مصحوب أيضاً بمشاعر اشمئزاز وندم وصولاً للاكتئاب. أما النوع الثالث فهو فقدان الشهية العصبية، علماً أنهم نحلوا القامة ولكن يتمنعون عن الطعام. لا ينتهي الأمر عند هذا الحد، فهذه الاضطرابات مصحوبة أيضاً بمشاكل نفسية أخرى كاضطراب المزاج، الاكتئاب، القلق والعصبية المفرطة. فماذا عن هذه الفئة من الناس في شهر رمضان؟ القرار بصوم شهر رمضان يترك للطبيب المعالج الذي يقوم بوضع خطة رمضانية غذائية بالتنسيق مع أخصائي التغذية. الابتعاد عن تناول المنبهات، الحرص على تناول الطعام مع الأهل على مائدة رمضان بسطر تحت كتير لما لها من جوانب إيجابية نفسية وجدانية عاطفية، الإكثار من شرب الماء، الأهم من ذلك كله أعزائي عدم اعتبار صوم رمضان نوع من الحمية، بل القناعة بأن فكرة الصوم لا تقوم فقط على الامتناع عن الطعام والشراب، إنما هي فرصة لتدريب النفس على التحكم بالرغبات الآنية، سواء على سبيل الطعام، الشراب، الأفكار أو حتى السلوك والمشاعر. الله كريم، رمضان كريم.